يمكن أحد المبادرات المهمة حقيقة اللي نفذتها المملكة لتيسير عملية الحج هو طريق مكة. وش الأثر اللي ترين أنه حققناه اليوم من خلال تطبيق هذه المبادرة؟ الأثر يعني أكيد أنه أثر واضح وملموس، يعني لما يكون إحنا نسوي مبادرة طريق مكة اللي تخدم الحاج من قبل وصوله إلى المملكة، من قبل وهو في بلده، نخلص إجراءاته، يعرف وين بيسكن مع أمتعته، يعني كل الإجراءات تتم داخل بلد الحاج، وبمجرد وصوله اختصارا للوقت والجهد والتكدس والزحمة في وقت يعني ذروة الحج، الحاج يطلع من المطار كل إجراءاته كاملة، يصل إلى مكان سكنه ويتمم مناسك حجه بيسر وسهولة. فوش يعني تخيل أنت هذه السهولة، تخيل أنت وش اختصرت من جهد ووقت للقائمين على الحج، للي عاملين في المجالات المختلفة في وقت الحج، وللحاج نفسه يسرت عليهم، فيهم كبار سن، فيهم ناس أنت عندك ثقافات متباينة، عندك لغات مختلفة، عندك فهذه كلها الحاج يسويها أو يقوم بها الخدمة في بلده أسهل له من أنه يسويها هنا وطوابير انتظار وكذا. فتخيل أنت أثر هذا فعلا أثر ملموس يستفيد منه القائمين على الحج هنا والحاج نفسه قبل ما يوصل المملكة العربية السعودية وأثناء وصوله. ترين أن التوسع يمكن في هذه المبادرة راح يسهم بشكل أكبر وأكبر طبعاً في تسهيل وتيسير رحلة الحاج بشكل أو بآخر؟ طبعاً، يعني لو شفت هذه تدخل ترى من ضمن الاستخدام التكنولوجيا في تيسير مناسك الحج. نعم. فكل ما تطورت التكنولوجيا كل ما صار هذا الشيء احنا توسعنا فيه أكثر، كل ما صار في انضباط أكثر في الحركة، في التنظيمات، في كل شيء. وحنا الحمد لله ومن فضل رب العالمين دولة رائدة في استخدام التكنولوجيا. لا شك.